ولا ايه اللي موقفك هنا؟ ايه اللي موقفك هنا؟ اهو التوت على الكمون. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه ده؟ اذا كان دوله ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه. اتفضل خد الورق ده. ايه ده، انت داخله انتخابات ولا ايه؟ ده دعايه للبازار يا غبي. يا ايه الافكار الجميله دي؟ انا مطلوب توزعها على السياح كلها. يا ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا يا شو مالك؟ ولا تعالى. ايه بتبرطم تقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انت بتقول ايه؟ بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد اتفضل. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. الطلبيه جاهزه؟ طبعا جاهزه يا معلم، انت تقوم. ربنا يخليكي، بس انا معذور شويه، ارجوكي هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيه. قصدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين؟ المعلم خلفاوي. اهلا يا معلم خوف وخفرع. اهلا. احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقه يا جماعه، انا جمعتكم النهارده عشان نحل مشكله المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذه يا مدام، الاستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين انا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، اصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني ادمين بتمر بظروف، والمشكله ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي يعني؟ احنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. اصل الفلوس دلوقتي مع التيوس، وبالنسبه لي ان شاء الله ما فيش مشكله. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش بلاش، اطفي 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 اطفي. لا خلاص خلاص، ده ايه؟ هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور؟ حضرتك اثبت شويه، ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل وانا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من المنشار وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا، يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين مدفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبيننا يا دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص، احسن لو سمعك هينشر لك رجليكي كده. ينشرها؟ بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلام. مع الف سلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قوم يا بطل، شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء، البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمة يا رب. والنبي يا حاجة ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عاملها لي بنضارتها كده، مش عارف اتكلم معاها في اي حاجة خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغاية دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عاملة نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شوية رز من ابو زلط واخليها تنقيه.